السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على من هو رامي الزروقي وكيف كان قدومه إلى الجزائر. قبل بداية الفيديو أرجو منكم أن تشاركونا في التعليقات حول رأيكم في أداء محاربي الصحراء، وهل هم قادرين على المنافسة بقوة في تصفية كأس العالم والتأهل إن شاء الله، وكذا رأيكم في اللاعب رامي الزروقي. وهيا بنا كالعادة نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السلام عليكم وأهلا بكم متابعينا الكرام. إذا كنت تهتم بأخبار محاربي الصحراء في الجزائر وأوروبا، نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا باللايك. رامز العربي الزروقي هو لاعب كرة قدم جزائري من مواليد 26 مايو 1998 بأمستردام هولندا، عمره 23 سنة، طوله 1.83 متر، يلعب في مركز الوسط لنادي تفينتي في الدوري الهولندي الممتاز. والمنتخب الجزائري لكرة القدم يحمل الرقم 19، حيث أدلى اللاعب الدولي الجزائري والوافد الجديد إلى المنتخب الوطني رامي الزروقي بأول انطباعاته بعد استلامه دعوة الخضر. لقد دوت الفرحة في عائلتي، وقال رامي الزروقي البالغ من العمر 23 سنة: أنا جد سعيد، إنه لشرف عظيم ومدعاة للفخر تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري. كنت أنتظر دعوة محاربي الصحراء منذ فترة طويلة، حيث ينحدر رامي الزروقي من أب جزائري مغترب ينتمي إلى ولاية سيدي بلعباس وأم هولندية، وقد أبصر النور بالعاصمة أمستردام في مايو 1998. رامي الزروقي لاعب تفينتي الهولندي، قال: أبي جزائري وأمي هولندية، حسمت قراري باللعب مع الجزائر منذ مدة طويلة. متابعة جمال بالماضي لي هذا شرف كبير، وسأسعى لتقديم مستويات أفضل لأستحق دعوتي مع المنتخب الجزائري. فكرة القدم لها شعبية كبيرة في بلدي، وأنا على اتصال بانتظام بأهلي وأقاربي في الجزائر. حيث كشف الوافد الجديد لصفوف كتيبة الخضر رامي الزروقي في حوار خاص به موقع توبانتيا الهولندي أمورا حدثت معه في أول تجربة له رفقة المنتخب الجزائري، والتي وصفها بالغنية جدا في جوانب عدة. وعن كيفية التحاقه بتربص المنتخب الجزائري، قال رامي الزروقي لاعب نادي تفينتي الهولندي: إن اللاعبين الجزائريين الناشطين في أوروبا يجتمعون دائما في العاصمة الفرنسية بباريس، ويستقلون الطائرة مع بعضهم البعض نحو الجزائر العاصمة. وفي السياق ذاته وصف موقع توبانتيا مشهد وصول زروقي إلى مطار هواريب مدين الدولي بالقول: إن متوسط الميدان الجزائري طمر بين زحمة كاميرات الهواتف النقالة وبين أجساد المعجبين الذين سارعوا لالتقاط الصور معه. وأبدر رامي الزروقي اندهاشه من الحضور الكثيف للصحفيين الذين حضروا إلى المركز التقني سيدي موسى لتغطية المنطقة المختلطة للاعبين، قائلا بنبرة مازحة: إنهم اجتازوا الحاجز لكنهم لم يأتوا خصيصا لأجله. على حد قوله زروقي: تشرفت بتشجيعات الجزائريين وما عشته مع أبطال إفريقيا رائع جدا في حوار معه. اكتشاف وتربص مارس رامي الزروقي أكد اندهاشه من الأجواء التي وجدها داخل المنتخب الوطني، مبديا فخره الشديد بالتجربة التي عاشها رفقة أبطال إفريقيا. وفي الأخير السلام عليكم في فيديو آخر.